النهارده يوم فيصل، وقت يعني عايز اقول وقت حرج لو ما لحقناش نفسنا علشان رمضان. لما بنيجي نتكلم بقى حاب بقى زي بقى نتكلم على رمضان ونحافظ رمضان والكلام ده، يعني والله يكفينا حياء ان الصحابه كانوا بيستعدوا رمضان قبلها بست شهور، فاحنا جايين قبلها بكام؟ بست ايام. حلو، يعني ما غاب من حضر واللي جاي متاخر احسن من اللي ما جاش، حاجات كتيره. احنا عايزين نتكلم على رمضان بالقلب، مش عايزين نتكلم على رمضان واحنا يا سلام بقى وبعد الزنقه ده وقالت يا حاجه حلوه ما شاء الله. لا، مش عايزاكي تسمعي بن من هنا وما شاء الله مبسوطه، لا انا عايزه القلب اللي يسمع. ليه؟ لان فيها نجاتك. اما بتيجي نتكلم عن رمضان ما بنقولش ثواب وعقاب، يعني هتاخدي حسنات لا. اما بنتكلم عن رمضان بنتكلم في جنه ونار. اللي بقوله لكم ده كلام خطير. ليه جنه ونار؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر، من يا رسول الله؟ من ادرك رمضان ولم يغفر له. طب شوفوا الحديث الثاني، حديث مرعب برضه. لما نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه قال له: يا محمد اني داعي فأمن. على مين بقى؟ من ادرك شهر، هنا ذكر كلمه شهر، من ادرك شهر رمضان ولم يغفر له، اسمعوا بيت الحديث، وابعده الله ودخل النار، دخل النار الاول وبعدين ابعده الله. فتفسير الشيخ السعد الحديث كان حاجه خطيره جدا، بيقول لك يعني مش بس ما تغفرلوش، لا ده كمان دخل النار وبعدين البعد، هو في بعد ايه بعد النار؟ اختصوا فيها ولا تكلمون. أكتر حسرة على أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلموا، بيقول لك كان في لذة في إنهم يبعثوا مالك لله عز وجل يعني يخفف عنا يوما من العذاب. عايزين بس شوية مية، عايزين بقى تشفع لنا عند رب. كل فكان في يجيب لهم الرد من الله، فكان في نوع من أنواع إحنا بنكلم ربنا حتى لو بمرسال. أعظم حسرة ولا يتكلم بعديها أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلموا. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن إحنا بنتكلم عن رمضان جنة ونار يا إخوات، جنة ونار. وإحنا كنساء يعني أما بنيجي نتكلم عن معنى إيماني ولا إزاي نعد قلوبنا لرمضان، على فكرة أصل إحنا مالناش غير ربنا. أوعوا تكوني فاكرة الزوج ولا الأب ولا الأخ ولا الإبن ولا الأم ولا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. شوفي طبيعة الدنيا عاملة إزاي. وانت تعرفي ان مالك صاحب الا الله عز وجل، ولا ليكي حبيب الا الله عز وجل، ولا ليكي ولي ولا وكيل الا الله عز وجل. عايزه زوجك يجيلك كده جرجره كده ويقول لك يا ده انت الحته الجوانيه واللي مش عارفه ايه والكلام، كل الكلام الرومانسي اللي ما بنسمعش، اصلح بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى، يصلح بينك وبين العباد. ياتي بقلب زوجك اليكي جرجره، عندك ابن نفسك ربنا يهديه الله سبحانه وتعالى. اللي احنا بنعمله في الدنيا اخذ بالاسباب، الجلسه بتاعتنا النهارده اخذ بالاسباب. مين ربها؟ مين رب الاسباب؟ الله عز وجل. يعطيكي الامر اللي انت بتدعي بيه مع وجود الاسباب، احفظي، ومع استحاله الاسباب، ومع انتفاء الاسباب، ومع عكس الاسباب. ليه؟ الرب باسمه القيوم المدبر كما قال ابن الاثير: القائم القيوم على نفس القائم على امور عبادك يعطيك. بس هو بيعطي مين؟ المؤمن اللي له حال مع الله. انا عايزاكي النهارده بعد المحاضره دي قلبك ياكلك كده وتبقي بصي ما انتش قادره في نفسك كده، ما هو في ذلك يتنافس المتنافسون في حته ايه؟ انا ليا حال مع الله. هو اللي له حال مع ربنا احسن منك في ايه؟ انتوا عارفين مين اللي تعالى ما احكي لكم، موجودين موجودين في 2022، انا ما احكي لكوش من ايام الصحابه عشان انا عارفه كلام الحريم بيعمل ايه. يقول لك ده زمان، بقى ده زمان ده اختهاله، وبعدين دلوقتي اصل احنا يعني الزمن اتغير. لا والله موجودين. اعرف من النساء اللي معاها 6 اولاد وبتشتغل ومعاها زوج وبيت ومسؤوله كمان من بيت عيله، اذا اقسمت على الله عز وجل ابرها. واللي عايز حاجة روحوا لفلانة، معروفة كده بالاسم، روحوا لفلانة تدعي له. أعرف من النساء اللي موجودين حاليا لها حال مع الله سبحانه وتعالى ولها كرامات، اللي أنا بقول لكم عليه ده اسمه عشان أشوفكم بعينيا. لها كرامات. أعرف من النساء الموجودات في 2022، واللهم بارك اللهم بارك، مش بس لهم
لا ده يعني ايه تطلع كده تقول لك ايه ده هو انتوا شاربين ريحه حلوه ودي في مسك يا جماعه. قلت لها اه طبعا تعالي يا اختي بتاعت المسك انت ما شاء الله عليها صالحه تقيه تتقي الله سبحانه وتعالى تقابل الاذى بالاحسان ومن عصى الله فيها تطيع الله فيه. احنا ليه مش زي الناس دي؟ احنا ليه مدعوكين في الدنيا دعكه وعاملين يا مقارنات يا لوم يا كذا الزوج. بصي في كده عاد جابت لك حديث المزارع، شفت فاكرين حديث المزارع بال11 امراه اللي قاعده تقول ما فيهمش الا اثنين، واحده اختلف فيها العلماء يا ترى بتذم ولا بتعمل في زوجها، فهد واسد، ما الفهد حلو برضه بيتغاضى عن الغفلات فاختلف العلماء، كان بيقول لك فهد علشان ما بيشوفش حاجه. والثانيه اللي قالت لا المس مس ارنب والريح ريح زرنب، ده ريحته كويسه والراجل ملمسه زي الفل وعشرته زي الفلين، والباقي مفيش الا المزارع بقى اللي قالت الحديث الطويل. والنبي عليه الصلاه والسلام قدم الحديث بايه؟ انا لك كابا زرع لام زرع غير اني لا اطالبها. قالت له والله انت خير عندي من ابي زرع يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكرم بحد صلى عليه.